حلقتنا في هذه الليلة حلقة مميزة، نتكلم فيها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أكثر من نحب وأعظم من نحب من الناس. النبي أكثر من آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا، بل وأنفسنا والناس أجمعين. لا يكتمل الإيمان إلا بحبه، ومن تمام حبه أن يحب آل بيته وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين. الله عز وجل وصف نبيه فقال، بل أمر الناس بأمر لنبيه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فلما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لن تتم صلاة عبد حتى يصلي على النبي وعلى آل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. آل النبي أهل بيته، أولاده، بناته، أبناء عمومته، زوجاته، كل من حرمت عليهم الصدقة هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وربما أولى من يكون من أهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم ما جاء في هذه القصة. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم جالسا وعليه مرط مرحل، كساء مرحل أي عليه صور الرواحل، وهذا الكساء كان من شعر أسود. كان هذا الكساء قد غطى النبي فيه نفسه. فدخل الحسن رضي الله عنه ابن علي ابن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، دخل الحسن فناداه النبي وأدخله تحت الكساء. ثم دخل الحسين وهو صبي صغير فناداه النبي وأدخله تحت الكساء. ثم جاءت فاطمة الزهراء بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأدخلها تحت الكساء. ثم جاء علي ابن أبي طالب فأدخله تحت الكساء، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي. فقرأ قول الله عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. كان للنبي بنات وكان للنبي أولاد، وتوفوا وهم صغار بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، كل الذكور ماتوا وهم صغار. أما بناته فقد كبرنا، توفينا قبل وفاته إلا فاطمة الزهراء. من فاطمة؟ أتعلمون من؟ إنها ابنة خديجة التي بشرها النبي ببيت في الجنة، بلغها جبريل بسلام ربها عليها، بشرها ببيت في الجنة من قصب من لؤلؤ لا نصب فيه ولا وصب. أولى زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابنتها فاطمة الزهراء. من فاطمة؟ سيدة نساء العالمين. سيدات نساء العالمين أربع، منهن فاطمة الزهراء، ومنهن أمها خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. فزوجات النبي أهل بيته، بنات النبي أهل بيته، أولاد النبي أهل بيته. لن يتم إيمان عبد إلا بحبهم، فلا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. في غدير خم والنبي صلى الله عليه وآله وسلم راجع من مكة إلى المدينة، توقف وخطب الناس فحمد الله عز وجل وأثنى عليه، ثم قال: تركت فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أي أهل بيتي. ثم قال لهم والصحابة شهود، قال: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، إنما يريد الله
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. طهرهم الرب. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فاطمة الزهراء رضي الله عنها سيدة نساء العالمين كان يحبها النبي حبا جما، بل كان يقول للصحابة: فاطمة مني وأنا منها، فاطمة بضعة مني. وكان يدعو على كل من أبغض وعاد فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. وابن عمه علي بن أبي طالب أخوه بعد الهجرة من فدى نفسه للنبي في هجرته، علي بن أبي طالب من هو؟ إنه حيدرح علي ابن أبي طالب، إنه البطل، إنه الأسد. في غزوة خيبر قال النبي للصحابة: ليعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. كل الصحابة تمنوا أن يكون هذا الرجل الذي شهد النبي أن الله عز وجل يحبه. فإذا بالصحابة في الصباح يصبحون: من ينال هذه المرتبة؟ فبحث النبي عن علي بن أبي طالب، قال: أين علي؟ قالوا: في عينيه رمد. قال: أتوني به. فجاءوا بعلي بن أبي طالب فنفث النبي في عينيه فبرئتا كأن لم يكن بهما شيء، ثم أعطاه الرايح لأنه الرجل الذي يحبه الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. وتقدم الإمام علي، الإمام البطل الذي في إحدى المعارك بارز في خيبر، بارز بطلا من أبطالها اسمه مرحب. فقال له الإمام علي: أنا الذي سمتني أمي حيدرح، كليث غابات كريه المنظرة، أكيلهم بالسيف كيل السندرة. فضربه الإمام علي ضربة صرعه بها، فكبر الناس والنبي معهم، كلهم يقولون: الله أكبر، الله أكبر. إنهم آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جعفر بن أبي طالب أحد آل بيته، هاجر الهجرة الأولى إلى الحبشة ورجع بعد خيبر، وكان النبي فرحا بانتصار المسلمين في خيبر. فلما رأى جعفر نسي نصره في خيبر وقال: لا أدري والله بأيهما أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر، وما هي إلا سنة وسنتين بل سنة. فيرسله النبي إلى مؤته قائدا من قادات المعركة، فإذا بجعفر يحمل الراية بيمينه فتقطع يمينه ولم يفر من المعركة، بل أخذ الراية بشماله فقطعت شماله، ثم انكب على الأرض بصدره يحمي راية المسلمين حتى لا تقع على الأرض، فتكسرت الرماح على صدره وعلى ظهره وهو يقول: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة بارد شرابها، والرمروم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها. والنبي في المدينة بكى على جعفر وقال بعد أن قطعت يديه: لقد رأيته يطير بجناحين في الجنة. ولهذا سمي جعفر الطيار.